بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنتكلم مع بعض ان شاء الله النهارده عن حاجه جديده، الا وهي الوايل لوب. الوايل لوب تندرج يا شباب تحت قسم الخاص باللوب ستيتمنت او اللوب اوبريشن. طبعا احنا اخدنا من اللوب ستيتمنت، اخدنا ايه؟ اخدنا الفور لوب. اللي مش حاضر في ذهنه فكره الفور لوب، او اللي ما ذاكرش الفور لوب، هيرجع الفيديوهات اللي قبل دي، هيلاقينا مدينا اكتر من مثال على الفور لوب وازاي الفور لوب بتشتغل، وبعض الايه التريكات الموجوده في الفور لوب وازاي اتعامل معاها بكل المسؤول بكل السهوله. النهارده هنشوف طريقه جديده في اللوب ستيتمنت برضو اسمها الوايل لوب. ايه اللي يختلف، ايه اللي يختلف في الوايل لوب عن الفور لوب؟ الاثنين يا شباب هما لوب ستيتمنت، او هما لو انا عاوز اعمل اتريشنز او عاوز ارن الكود بتاعي اكتر من مره، فبعمل ايه؟ بستخدم اما الفور لوب او الوايل لوب، او حاجه ثالثه كمان هنشوفها اسمها الدو وايل. تمام. طيب دي بتعمل ايه؟ قال لك كل اللي بتعمله ان انت بتكتب كلمه، او بكتبها ازاي السنتكس بتاعها، بتكتب كلمه وايل زي ما كنت بتكتب كلمه فور، وبعد كده بتديها الكونديشن بتاعك اللي انت عاوز توقف عنده، او اللي عاوز تتشيك بيه كل مره. كل ستيب كنا بنتشيك على كونديشن معين في الفور. لو انتوا فاكرين هنرجع دلوقتي ونبص على مثال خاص بالفور. فعندك هنا كنت بتكتب 3 فاليو او 3 بارامتر. البارامتر الاول كنت بتعرف الفاريبل بتاعك، وبعد كده كنت بتحط الكونديشن، وكنت بتحط الستيب اللي انت هتمشي عليها. ده في الايه، في الفور. هنا لا، انت بتكتب الوايل وبعد كده بتديها كونديشن بس، اللي هو الجزء اللي في النص اللي كنا بنستخدمه في حاله الفور، هو جزء واحد بس. طيب الباقي فين بقى؟ الاتريشن وفين الديكلاريشن بتاع الفاريبل؟ طبعا الديكلاريشن بتاع الفاريبل اللي انت هتبدا تتشيك عليه، والاتريشنز او الانكريسمنت او الديكريمنت الخاصه بالفاريبل اللي انت هتبدا ان انت تتشيك عليه في الكونديشن ده، بتكون خارج الوايل او داخل الوايل، يعني خارج الكوز ده. تمام. طيب تعال نبص كده مع بعض مثال، والمثال يتضح المقال. لو جينا بصينا كده هنا، طبعا لو جينا من الاول عملنا فور لوب. الفور لوب دي انا عاوز مثلا اقول له انت، فاكرين كنا بنقول انت ايه؟ انت مثلا ايه، وبعد كده بقول له الايه، الايه بتساوي زيرو. عرفت فاريبل اسمه ايه؟ بتساوي زيرو. هل في مشكله؟ لا. دي اول حاجه كنت بديها للايه، للفور. بعد كده باجي احط الكونديشن بتاعي، بقول له طول ما الايه اقل من او تساوي 4. تمام. بعد كده بحط سيمي كولون، واحط الجزء الاخير اللي هو الايه، الانكريسمنت او الديكريسمنت اللي انت عاوز تعملها. فانا هقول له الايه مثلا بلس بلس، كل مره ازود لي الايه بواحد. بعد كده عاوز تعمل ايه؟ بفتح الاقواس دي واكتب اللي انا عاوز اعمله في كل ستيب. هنا هقول له سي اوت، اطبع لي مثلا كلمة هلو. هل في مشكلة؟ مفيش أي مشكلة خالص. هيطبع لي كلمة هلو هي 4 مرات. هنقول له رن، هيبدأ إن هو إيه، قصدي هيطبعها 5 مرات. طبعا طبعهم جنب بعض، هنحط باك سلاش إن عشان يطبعهم تحت بعض. أدي باك سلاش إن، تعالوا نرن كده تاني. هتبص تلاقي كلمة هلو اتطبعت إيه، 5 مرات، مفيش أي مشكلة. طيب تعالوا نكتب وايل لوب بقى ونقارن الاتنين مع بعض. هتكتب الوايل ازاي؟ هنا قال لك اول حاجه بتكتب لي، بتديني الكونديشن. تمام. انت هنا دي عاوز تديني ايه؟ الكونديشن. طيب الكونديشن بتاعي هديهوله بناء على ايه؟ طبعا انت ما بتكتبش كوند، انا بس بقول لك ان انت هنا تكتب كونديشن. الكونديشن ده تديهوله بناء على ايه؟ بناء ان انت عندك، انا هنا عشان اكريت الكونديشن ده لازم في الاول عرفت الايه، عرفت الايه واديتها قيمه مبدئيه. يبقى انت كده هتيجي بره الوايل لوب بتاعتك، هشيل الكلمه دي، بره الوايل لوب بتاعتك هتعرف الفاريبل بتاعك اللي هي الخطوه دي هتكتبها فين؟ هتكتبها قبل ما تكتب الوايل لوب. فاقول له انت مثلا اكس بتساوي خلينا نقول زيرو برضه، نفس الحاجه. تمام. وبعد كده هقول لك ايه، هقول لك بقى هنا هبدا تشيك. دي تاني ستيب، يعني اول ستيب انت عملتها اهو، وبعد كده تاني ستيب انت كتبت الكونديشن، فالكونديشن بيتكتب عند الوايل لوب جوه الكوز بتاعها. فهنا هقول لك ايه، هقول لك طول ما الاكس اقل من او تساوي 4، نفس القصه. وبعدين هتفتح القوسين وتشوف انت عاوز تعمل ايه في كل ستيب. كل ستيب عاوز سي اوت كام كلمه هلو، وبعد كده باك سلاش ان. طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ دلوقتي يا شباب تعالوا نبص مع بعض. اول حاجه هيعرف فاريبل اسمه اكس، هيدي له قيمه مبدئيه بزيرو. بعد كده هيقول له ايه، وايل، يعني طول ما، طول ما، طالما قيمه الاكس اقل من 4، اقل من او تساوي 4، افضل اطبع ايه الكلمه دي. طب وبعدين؟ ما هي دايما دلوقتي هتفضل اقل من 4. ليه؟ لان هي بزيرو. كل مره هيجي تشيك في اول مره هيلاقيها اقل من زيرو، اقل من 4 فعلا لانها بزيرو، هيطبع هلو. يجي تاني مره يتشيك هيلاقيها برضه بزيرو، ثالث مره، رابع مره، 10 مره، من المره المليون هيفضل يلاقيها ايه؟
زيرو. طب تعالوا نبص كده شباب ايه اللي هيحصل. هنوقف جزء الفور ده، هنعمله كومنت ونبص على ايه اللي هيحصل دلوقتي. هتتفاجئ بحاجة غريبة. لو جينا ندوس ران هتبص تلاقي دايما بيكتب كلمة هلو 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 شايفين باستمرار يا شباب، مش هيوقف نهائي. دي حاجة اسمها ايه؟ انفينيت لوب. يعني ايه انفينيت لوب؟ يعني لوب غير نهائية، او ما بتنتهيش او ما بتنقفلش معاك. ليه؟ لان الكونديشن بتاعك عمره ما هيتقفل، عمر الكونديشن ده ما ايه؟ ما هيديني قيمة فولس عشان اقدر اطلع. طيب ده هيديني قيمة فولس ازاي؟ او اقدر ان انا اتحكم فيه ازاي؟ لان انت ما ادتنيش الفاليو التالتة او الفاليو الاخيرة اللي هي الستيب بتاعتك. انت عاوز تزود كل مرة كام؟ عشان الفاليو دي تتغير لازم الاكس دي تبدا تتغير، عشان اقدر لما اجي اتشيك عليها تختلف القيمه بتاعتها والقيمه تديني فولس فاقدر ان انا اطلع. قال لك خلاص بتيجي جوه الوايل لوب هنا، وبتيجي تقول لي ايه جوه بقى، جوه في كل بعد في كل ايتريشن تبدا تزود الايه الفاليو بتاعتك اللي هي الاكس، هتقول له بلس بلس. دي معناها ايه بقى؟ معناها يا سيدي ان انت اول حاجه عرفت الاكس، اديتها قيمه مبدئيه، بعد كده قلت لي واي، يعني طول ما قيمة الاكس اللي انا مديها لك دي اقل من او تساوي الاربعة، افضل اعمل ايه اللي جوه الاقواس ده. ايه اللي جوه الاقواس؟ اول حاجة هيطبع قيمة هيطبع كلمة هلو، وبعد كده ايه هيزود قيمة الاكس بواحد. فاول مرة كانت بزيرو هتبقى بعدها بواحد، يجي يتشيك فهيلاقي فعلا لسه اقل من اربعة فهيطبع، بعد كده يزودها بواحد، بعد كده ايه بقت باتنين يجي يسأل، وبعد كده يطبع، بعد كده يلاقيها بتلاتة فيجي يسأل يلاقيها لسه، فيجي يطبع ويزود فيلاقيها باربعة فيجي يسأل لسه برضه، فيطبع ثم يزود لحد ما توصل لخمسة فيتشيك فيبقى فولس فما ينفذش الايه اللي جوه ده. أظن واضح. طب تعالوا نطبع كده أو نرن كده نشوف ايه اللي هيحصل. هتلاقي طبع لك كلمة هلو 5 مرات بس يا شباب. ليه بقى؟ نراجع سريعا كده. أول حاجة عرفت له الفاريبل بتاعي بره بالشكل ده، بعد كده قلت له وايل واديته الكونديشن. هي بص هي كده، خلينا نترجمها بالعربي او بالمصري. طول ما الكونديشن ده ما اتحققش، وطول ما الكونديشن ده قصدي متحقق ان هو بتروح، نفذ ايه؟ نفذ كل اللي جوه. واول ما الكونديشن ده ما يتحققش او الكونديشن ده يديني فولس، خلاص اطلع بره ايه؟ بره اللوب دي. عشان الكونديشن ده يقدر يتحقق دايما بخلي الايه؟ الانكريمنت او الديكريمنت عندي ايه؟ عندي جوه هنا. فين؟ داخل الاقواس. فكل مره بنفذها انا كل مره زي ما قلت لك بتزود او بتقلل الفاريبل بتاعك عشان تقدر ان انت ايه تطلع من اللوب بتاعتك. واضح كده يا شباب؟ طيب خلينا نتقابل في فيديو تاني عشان الفيديو ده ايه ما يطولش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.